المشاهد، باقي 4 أيام على إغلاق باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية. على كل مواطن يجد نفسه قادرا على إدارة الوطن أن يرشح نفسه. يمكن باب السنة مفتوح له. ده يا فندم كام ده يا باشمهندس؟ ده ب 1600. والوانه ايه من فضلك؟ في منه الفضي والابيض وفي منه اسود برضه. ايه رايك بقى في الفضي؟ الفضي؟ اه. طب ممكن اكلم ماما اسالها هناخد انهي لون؟ بعد اذنك في تليفون؟ اه اتفضل. شكرا. مين ده؟ خطيب. معقوله امه اللي هتحدد لون البوتاجاز؟ اكيد هتقعدوا عندها في الشقه. لا طبعا، انا عندي شقتي كمان. واحده بالحلاوه دي وعندها شقه وتقع الوقعه. الله يكون في عونك، ده اكيد امه دي جبروت. لا كويس. لا هشوف. انا عايزه اعرف دلوقتي ايه دخل مامتك في لون البوتاجاز اللي هيتحط في شقتي؟ يا عزه يا حبيبتي، ما انت عارفه ان انا باخد راي ماما في كل حاجه. ده على كده بقى مامتك اللي نقت لك شبكتك. يعني وفي ايه المشكله؟ انا قلت افوت وعدي على ان الحال هيتعدل، لكن الظاهر ان اللي فيه ده مش هيبطله ابدا. بعد اذنك. الو. ايوه يا ماما. ايه يا ماما، انت كنت رافعه السماعه طول الليل ولا ايه؟ ايوه كلمتك الساعه 4 الفجر. لا اصل مراتي فجاه كده طلبت مني بوسه، قلت اسال ماما الاول. عملت ايه؟ طبعا ما اديتهاش، وانا معقول اعمل حاجه من وراكي؟ لما لقيتك خارج نطاق الخدمه قلت لها كرار المحاولة في وقت لاحق. عارف يا ماما، عارف إن الحاجات دي آخرتها وحشة. عارف إن الحاجات دي هي اللي موتت بابا بدري. اطمني يا ماما، أنا مش هبوسها تاني أبدا. طيب يا حبيبتي يلا بماما. باي باي باي. ها كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انك قليل الادب والمفروض ما تتدخلش بين واحده وخطيبها. انا اللي بتدخل بينكم ولا امه؟ ما انت زيهم مع ماما. زيهم؟ ده انا بتريق عليكم. ده انا حبيت اقول لك بس ان البوسه بعد كده هتبقى باذن امه. استني انا هاخد موقف دلوقتي حالا. وادي دبلتك اهي انت كمان. ها يا استاذ. يا راجل يا انسه اكيد في شيطان دخل بينكم. لا حول الله. دول دهب بجد؟ الو انت خريف دي على الصبح، انت كنت فاكرني مين؟ مامت ايه وبص ايه؟ لا اصل انا كان عندي زبونين كده، ما تاخديش في بالك. ايمان عندي ليكي مفاجأة، حاولي تتماسكي. أنا جبت دبل الخطوبة. دبل إيه؟ ده أنا قربت أولد، ده أنا فاكراك هتقولي يا أخي جبت الشقة. دلوقتي بس عجبت حال المحل واقف ليه؟ اتفضل اطلع بره، أنت مرفوض. نعم يا يوسف حبيبي. عايز ايس كريم من ده. ايس كريم ده؟ حلو ده. وده بكام ده؟ ب3.5. 3.5؟ بلاش يا يوسف الايس كريم بتاع اليومين دول، بيجيب تبول لا ارادي واحنا مش ناقصين. طب هات لي عصير من ده. عارفه انا العصير ده، ده في منه مانجا. بكام ده؟ ب2 بس. ده معقول ده؟ خلاص وعد مني اجيبه لك في شم النسيم، وهو قرب، فاضل له 2 سنين. مش هديك شطه تاخد بقى يا يوسف. انا عايز ابقى زي العيال دول بيغزوني بالحاجات اللي في ايديهم. وبيغزوني انا كمان. طب تعالى انا خليك تغيظهم وتفرسهم من غير فلوس خالص، وهيبقى معانا حاجات كتير. ما تسمعش كلامه يا واد. خد يا يوسف. ايه ده؟ ده كوس فيه ميه، عايزك تنزل في وسط العيال وتقف كده وتداري الميه اللي جواه، وتبتدي تشرب وتعيش حياتك وتمزمز وتشغل الخيال. تشغل ايه؟ الخيال. تشرب الشفطة الأولانية، تتخيل إنها بطعم المانجا، والتانية بالأناناس، وهكذا. اوعى العيال تعرف إن اللي جوه الكوز مية. أنا أعتبر المية دي فخفخينة. الله على خيالك، طلع لخيالك يا واد. خد، اوعى تشرب المية كلها، جاي لنا النهارده ضيوف. عشان يا يوسف مش هديك حاجه، وانا كمان يا يوسف، ولا انت برضه. عشان خاطري يا عم، عشان خاطري. لو تطلعوا خايب زيك وتعيشوا في الوهم هو كمان. طب ابوس رجلك يا امه، وحياه رحمه بنتك ام يوسف خلينا نتجوز في الاوضه. انا مزنوق يا امه، ده انا مزنوق زنقه ما يتزنقهاش فيل في كوع الحوض. وايه اللي دخل الفيل في كوع الحوض؟ الصابون يا امه، الصابون. انت عارف شرط كويس، تطلق مراتك اللي كتبت عليها غصب عني في الاول، وبعدين بقى تتجوز اللي على مزاجي انا. اطلقها ازاي ياما؟ دي حامل. حامل؟ حامل من ايه يا واد؟ حامل من ايه؟ مراتي وحامل هيكون من ايه؟ عدوى طبعا. ما تاخدنيش في الكلام، ايدك على الارض. لا لسه ما قبضتش، شوفي لك قرشين مع حسين دلوقتي ماشي بيهم نفسك. حسين؟ هو حسين حيلته حاجه؟ هو قادر يسلب طوله من البرشام اللي بياخده؟ دلعتيه ياما، طول عمرك بتفرقي بينا عشان هو من اب وانا من اب تاني. ما تغيرش الموضوع، ايدك على الاب. ما تغيريش انت الموضوع، خلينا نتجوز. انسى الجواز هنا خالص، بصراحه انا هتجوز. تتجوزي؟ تتجوزي؟ ومين اللي امه داعي عليه ده؟ ساعة بس جرب. ده نظره ضعيف وما بيشوفش. وماله؟ أنا هبقى عليه اللي بيشوف بيها. وهو عارف إنك ما بتمشيش؟ وهو هيعرف منين؟ هو بيشوف. ما هي دي المصيبة ياما، ما هو اللي ما بيشوفش بيحسس. اترفدت يا سعيد؟ يا لهوي! لا يا مسلسل! بس استني. يا حرام! مفيش حاجة يا جماعة، دي حالة وفاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعالي هدي نفسك. طب أقول لأبويا إيه؟ ده لسه إمبارح واخد باله من بطني وسألني، قال لي بطنك منفوخك ده ليه يا بنت؟ إيه ده؟ وقلت له إيه؟ هقول له إيه؟ طبعا لا كنت قلت له نفسيتي وحشه والقولون نفخ. وما لا بقى القولون عمال ينفخ كل يوم اقدم من التاني، اقول له ايه؟ قولي له ابقى سخن الميه. انت بتهزر يا جبله، اتفضل ولا اتصرف ازاي في المصيبه دي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، صدقيني لازم نشغل نظريه الكوز. يا سعيد حرام عليك، انت هتفضل طول عمرك عايش ومعيشني في الكوز بتاعك ده، اللي في بطني ده واقع مش خيال، هتعرف اللي في بطني. لا ده الحقيقه الوحيده اللي في حياتي. انت الوحيده اللي عارفه انا تعبت فيه قد ايه. عربيه ابوكي دي معفنه قوي. سيبك من العربيه وخلينا في موضوعنا. مفيش غير ان احنا نعيش في البيت عند امي. ابويا مش هيرضى، وبعدين بقى امك ما بتبلعنيش. ما قلنا نشغل الكوز. كوز ايه بس يا سعيد، وهناكل ونشرب منين؟ انت مش اترفدت من شغلك؟ هرجع لمرتضى اخليه يشغلني في المحطه الفضائيه تاني. يا نهار اسود، العربيه ضاعت. ده العربيتين ضاعوا. هقول لابويا ايه؟ ده لو عرف ان انت اللي ركبتها هيذبحني ويذبحك يا سعيد. اوعي تجيبي له سيره، ممكن اشد معاه تتطلقي فيها. بقول لك ايه، روحي انت وانا هبقى احصلك كمان شويه عشان ما نتفقس. خد يا عم إيه؟ راح فين؟ اعوذ بالله، انت هتقبل العوض ولا ايه؟ هقبل. مشاهدين خد يلا. يا لهوي، تعالي هنا. انت بقى وشك اصفر كده ليه؟ ومش عارفه تاخدي نفس. ده من السلم. ما انت طول عمرك بتطلعي السلم، فيك ايه يا بنت؟ ولا حاجة، ما انا زي الفل اهو قدامك. طب انا هتصل بالدكتور صبحي يجي يشوف فيكي ايه. لا، دكتور ايه؟ انت حامل يا بت؟ يا خرابي، فضحتك يا حامد في وسط الناس. فضيحة ايه بس؟ انا حامل من جوزي. يعني دخلته من ورانا يا بجحة. طب شوفي ابوكي هيعمل فيكي ايه. بلاش تقولي له، ابويا ضغطه عالي لا يروح فيها. ده سعيد. ادخلي اوضتك انت دلوقتي، ادخلي. حماتي، انت اللي بتفتحي الباب بنفسك؟ والله الباب ده اصيل. اهلا يا وش السعد، انت جيت. ادخل اقعد، عمك جايلك دلوقتي. كلامك طلع صح يا حامد، البت حامل. انا كنت حاسس بكده. الكلب الحيوان قليل الادب الواطي. هتعمل ايه يا حامد؟ الواد قاعد بره. مش عارف لما اشوفه ممكن اعمل فيه ايه. اخرتها ايه؟ هصلحها له على حسابه. ازيك يا عم؟ ايه في ايه؟ اسمع، لف ودوران مش عايز. ايمان قالت لي على كل حاجه. انا مش فاهم، انا قلت لها ما تقولكش وتنكد عليك، وبعدين دي حاجه بسيطه ازاي؟ دي خيانه امانه. اهدى بس واسمعني، هتعرف ان انا مش غلطان. هتقول ايه بعد اللي عملته؟ يا عم اسمعني بس، انا اصلا اول ما ركبتها. اخرس يا ولد ونقي الفاظك. يا عم اهدى بقى وخليني احكي لك. أنا أول ما ركبتها لقيتها بترعش كده. بترعش إزاي؟ كده وكده. ما أنا بصراحة غلطان، ما سمعتش كلام إيمان. قالت لي سخن الاول. هي قالت لك سخن الاول؟ ايوه، وقالت لي ان بابا دايما بيعمل كده. طب كفايه كده، كفايه واحترم نفسك. لا مش كفايه، انا ركبت من هنا ودقيقتين ولقيتها بتسقف. سقف؟ سقف ليه؟ مكتومه عايزه تتسلك. انت ولد قليل الادب. ايه؟ بقول لك ايه، امشي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ليه كده؟ بره. امال لو كانت على الزيرو كنت عملت فيا ايه؟ على الزيرو غصب عن عينك يا سافل يا منحط. امشي اطلع بره 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 بره. استنى، تعالى. نعم. اللي عايز اعرفه دلوقتي، الحكايه دي حصلت فين بالظبط؟ في الميدان. في الميدان؟ ايوه. ازاي ده يحصل في الميدان؟ الميدان كان زحمه وكله كان بيلوش، فكله هو حد خرج من ميدان سليم. انت قليل الادب. الله. اطلع بره 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 بره. استنى، تعال. نعم. قعدت. استناني لحظه واحده. سبحان الله، اثبت له ازاي انها كانت بترعش. بترعش ايه؟ دي كانت بتنط. هقطعه حتت، هشرب من دم. ده داخل على البيت في الميدان. اعقل يا حامد، ما توديش نفسك في داهيه، ده مهما كان جوزها. ايه اللي بيحصل ده؟ بابا بيزعق ليه؟ استعباطي بقى، قلت له ليه اني خبطت العربيه؟ هو كل سعيد عشان العربيه؟ لا، وبيرمي بلاء عليا، بيقول انها على الزيرو. اهلا، ممكن تقولي لي سبب واحد يخليكي تعملي كده؟ بصراحه يا بابا، هو بقاله سنه بيتحايل عليا اني اعلمه. تعلميه؟ تعلميه ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انا قلت انها شغلانه تنفع بعد الجواز. شغلانه؟ انتوا هتجننوني. حضرتك بتزعق ليه؟ ده كان واجب عليك انت اللي تعلمني وتعرفتني ازاي اسخن. عموما لو مش عايز تركبها تاني خلاص بلاش، هي عموما مش هينفع تتركب. بره 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 بره، وانت كمان بره، انتوا الاتنين بره قبل ما اقتلكم. هاخد بس هدومي يا حاج، معلش. بره 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 بره. بصراحة يا عمي انت مش ركيب. ايه يا يوسف، يعني انت سهران؟ ازيك يا خالد؟ الحمد لله يا حبيبي. مين اللي جه يا يوسف؟ تعالى. بقول لك، قول لها ده سعيد ومعاه واحد صاحبه. يلا. ده سعيد ومعاه واحد صاحبه يا ليلى. روح. معلش، ايه حزن الباب. ايه ده يا سعيد؟ هو الباب من غير ترباس؟ ترباس ليه؟ هنعوزه في ايه؟ احنا عيله محافظه، بنخبط قبل ما نخش. من بكره هتلاقي الاوضه دي قصر. انا نفسي بس يا سعيد تقول لي انت بتحلم ازاي. انا عشت عمري اهرب بالخيال من الحقيقه. يلا ننسى كل حاجه ونخطف من الزمان دي. يخرب بيت اشعارك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بوسة بوسة. طب ما تيجي نقلع؟ يا لهوي انتوا ايه يا واد؟ ايه؟ انا كده قطعت الخلف. في ايه يابا؟ في ايه؟ اهدى. انت ايه اللي جابك يا قطة؟ الله يبارك فيك يا نينا. نينا مين يا نوغ؟ ده انا بيني وبين ال3 سنين. ايه ياما، انا مش واخد منك الاذن الصبح. وانا قلت لا، انت بتعصى اوامري يا سعيد. روح، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. يوم الاثنين؟ يوم الدين. خلاص ياما، كلها اسبوع واشوف حته تانية. ممكن بقى تعدي لي الليله؟ ولما بشوفك بيروح مني الكلام وانساك. يروح منك الكلام وانساك. انت بتحب صابت ملاحظ. اشطع يا سعد. قوم يا حسين، قوم قوم. ايه ده سعيد؟ ايه ده؟ صحيح ايه ده؟ هو انت عشان ابوك جاب لنا مزه ليه المصاريف دي؟ مزه ايه؟ دي مراتي. لما هي مراتك نايم جنبيها ليه؟ مخرب بيتك. قوم 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 بقول لك مراتك. وايه يعني ما السرير ياخدنا كلنا؟ ياخدك ربنا. قوم 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 انت مبلبع. قوم بلبع. انت اتغيرت من ساعة ما مراتك يا عم. ما تعملش معاك كده يا اخويا الكبير يا جدع. معلش يا جدع انت اتغيرت يا سعيد. استحملني الليله دي بس اقضيها على الكنبه والصبح يحلها حلال. اخوكم مزنوق يا حسين. والاخر تعمل فيك زي ما مراتي عملت فيا. مراتي خلعتني وقالت لي انت اناني اناني عشان عايزها ليا لوحدي. معلش معلش يا اخويا تعالى بس نام دلوقتي نام والصبح نتفاهم ماشي؟ بقول لك نام بقى. يخرب بيت البلابيه اللي بتشربها. نيمته. منابيع ايه اللي انت بتقولها له؟ يا نهار اسود هو اخوك بيبسم ولا ايه يا سعيد؟ لا ده بيبرشم لما بتبقى ظروفه صعبه، انما هو اصلا سرنجاتي. سرنجاتي؟ اه ما شاء الله على النسب ما شاء الله. يلا حبيبتي يلا تصبح على خير. خير؟ وهيجي منين الخير؟ ده انا حاسه ان انا نايمه في الشارع يا سعيد. بس انا ما صدقت نيمتهم. غمضي عينيكي ونط في الكوز هتنامي على طول. غمضي عينيكي. ظاظا الحمد لله على السلامة. والله ليك وحشة. الله يخليك. محدش يقدر يملى مكانك أبدا. الله يخليك الله يكرمك يا سامح. اتفضل اتفضل. لازم امسك وخلي بالك مش عايز أي عك فاهم؟ الحلقة النهارده مع وزير الداخلية. عارف. ربنا يعديها على خير. حبيبي والله حبيبي حبيبي والله. ايوه حاضر حاضر حاضر. الوزير بتاعكم عسل عسل. انزل بموسيقى تتر. 5 4 3 2 1. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقة اليوم عن موضوع الساعة حول الانتخابات الرئاسية التي تشغل بال الجميع، ويسعدنا أن نستضيف السيد جابر منصور وزير الداخلية ليجيب عن أسئلة المشاهدين. أهلا بمعالي الوزير. أهلا بيكي وبالسادة المشاهدين. معالي الوزير الناس كلها بتسأل وبصراحة أكتر بتتهم الحكومة بأنها ورا وفاة الشخصين اللي قدموا أوراق ترشيحهم للرئاسة. ست الكل دي أعمار والأعمار بيد الله، ومفيش مخلوق في الدنيا ممكن يعترض على قضاء الله. ومع ذلك أنا هقول لكم الحقيقة كاملة زي ما تعودنا. الشخص الأولاني مات في حادثة عربية، ودي حاجة بتحصل كل يوم. أما الشخص التاني بقى فوهو بيبص من البلكونة من الدور العاشر داخ وقع. سيادتك بقى اديني عقلك. واحد مش عارف يبص من البلكونة هيحكم بلد بحالها ازاي بالذمة؟ معانا مداخلة من سعاد حسين. اتفضلي. مساء الخير يا رشا. ازيك يا حبيبتي؟ اولا انا بحييكي على قصة شعرك، وكنت عايزة اعرف عاملة حواجبك فين ها؟ ومعانا اتصال تاني. الو انا عايز اعرف لازمة الانتخابات دي ايه؟ بصراحة كده احنا عايزين الريس اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، واللي يجرب مرات ابوه يعرف قيمة امه. علشان كده لازم كل مواطن يتأكد تماما انه بيدي صوته للشخص المناسب لهذا المنصب الرفيع الجلل. مدام هنا اتفضلي. مساء الخير. والله كنت عايزة اسأل سيادة الوزير كم واحد اتقدم للانتخابات ها؟ للأسف مفيش حد، وعلشان كده أنا هنا وبأعلن أمام الجميع وبمنتهى الشفافية إننا قررنا عمل بوليس التأمين ب5 مليون على حياة أي شخص هيرشح نفسه. في حاجة يا سعيد؟ يا أستاذ مرتضى البرنامج الهندي ده هندي يعني إيه؟ يعني كان لازم يبقى فيه مداخلة سخنة شوية، يعني هجوم على الوزير. لما نحب نأكل الناس الأونطة نأكلها لهم بالمعلقة من سدحانك كده. تاني يا سعيد؟ أنت غاوي تقطع عيشك بنفسك؟ يا أخي اتلم واقعد ساكت. رشا هانم أهلا، اتفضلي يا فندم. أهلا يا سعيد، إزيك؟ الحمد لله. إيه ناوي تكمل معانا ولا هتعمل زي المرة فاتت وتسيبنا وتختفي؟ لا لا لا، يختفي ده إيه؟ ده موهوب فنان، بس يعني ناقصه شوية تركيز. ما دام بتشكر فيه كده ثبته يا مرتضى. ابسط يا عم، أديك اتثبت كمان. اتصلت بالمحامي يا مرتضى؟ محامي إيه؟ ما وزير الداخلية كان معاكي، ما كلمتوش ليه؟ اليومين دول مش عايزة أطلب حاجة من حد، البلد مقلوبة بسبب الانتخابات، وفي نفس الوقت مش عايزة الصحافة تعرف حاجة. مالها الهنا؟ بسيوني السواق، المدام طردته عشان بيشرب بانجو، فعور نفسه وجاب تقرير طبي واتهمها إن هي اللي عورته. طب وإيه يعني؟ ما تشوف حد يعور نفسه ويتهمه ويسيب وأنا أسيب. فكرة هايلة، ده أنت مصيبة. شوف لي حد يا مرتضى يعمل الموضوع ده، إن شاء الله ياخد 10,000. ضربة المطوة ب10,000؟ آه. بس انت كده وشك هيصلفط. لا مش في وشي، في ايدي، في رجلي، في اي حته. اي حته ازاي؟ ايدك ورجلك ماشي، انما اي حته تاني لا. انت بتتكلم بجد يا سعيد؟ اه والله، ضربه المطوه ب10,000. طب ما تاخدني معاك يضربوا لي مطوتين انا كمان. انت هتنط لي في المصلحه؟ لا يا سعيد، لا لا، ما بعد اللي احنا فيه ده وتقولي لي لا ما بدهاش. عايز سكينه، عايز سكينه، عايز سكينه. العظيم قلبي مش مطوعني. طب ما تجيب انا اديها لك. هي حقنه واهدي كده، ما تضطرنيش. خذها يا واد، خذها. يا خرابي، معلش يا سعيد انا السبب، يقطعني كل ده عشان شقه مفروشه. طب انا هخليها تمليك. طب والفرش يا سعيد؟ فرش ايه؟ انا دم اتصفى. عايز بن ياما؟ بن؟ مفيش بن، اجيب لك خل. خل؟ جاتك نيله، جاتك نيله، هي اللي ضربتك يا واد. انزل اعمل لها محضر وهات تقرير طبي واحبسها بنت المجنونه دي. كنت بتقولي ايه بقى يا ام الهنا؟ تصدقي يا بت انت دخلت دماغي، هم الرجاله كلهم كده ما يجوش الا لما ياخدوا لهم سكينتين في الاول. عارفه ابو سعيد ما تعادلش معايا الا لما اديتها له كده. ده حساب بسيط، وبعدين خلى عنك. شوفي حضرتك، انا عملت طعنتين، كل طعنه ب10 وخربوش ب3، يعني الحساب 23,000. بس ده كتير قوي. كتير ايه يا مدام؟ ده عشان وشك السمح بس. لعلم حضرتك انا جالي فيهم 25، قلت لا انا اديت كلمه. اوكي انا هدي لك اللي انت عايزه ولا يهمك، انا هعتمد عليك في حاجات كتير. وانا تحت امرك، دراعي التاني تحت امرك، رجلي ال3 تحت امرك. 3؟ ايوه 3. انت حلوه وتستاهلي. اسمع، انت من دلوقتي هتبقى الحارس الخاص بتاعي. اتفضلي يا هانم. ايه السماعه دي بتاعت ايه؟ دي عدة الشغل بيستخدمها الحرس الخاص في العالم كله. وانت معاك جهاز استقبال؟ طبعا يا فندم، هو في شغل من غير عدة؟ اتفرجي. ايه ده؟ راديو ده؟ اه FM 0.6 بودي جارد على كيف كيفك. انت جاي تهزر بقى. لا يا فندم، لعلم حضرتك كل الحرس الخاص اللي بيحط سماعة زي دي بيسمع احلى اغاني. شيل الزفته دي من ودنك. حاضر، بلاها نانسي عجرم، الأطبطب قال ودلع قال. اهو دي بقى لا غنى عنها. وانت كمان دي بتكشف لي حضرتك الكل المتفجرات. تعالى هنا. ها؟ بقول لك تعالى. حاضر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عايز تفضحني قدام الناس؟ طب لعلم حضرتك عندها ديناميت. تعالى. باين عليها ليله مش هتعدي النهارده. ليه بس يا هانم؟ ايه اللي على النضاره دي؟ حد يلبس نظاره شمس بالليل؟ هي دي نظاره شمس؟ ده انا شاريها على انها نظاره قمر. اهي اهي، ولا يهمك، اتفضلي اتفضلي. تعالى تعالى هانم، بقى لها دقيقتين هنا، ما حدش عزم عليها بحاجه. اتفضل انت، اتفضلي يا هانم اتفضلي. مش عايزه اشرب. ليه بس؟ انت كاس وانا كاس ونطرشق في بعض كده. قلت لك مش عايزه اشرب. خلاص بلاش بلاش. انا اذنت لك؟ لا بس وانا هشرب ايه يعني، ده ويسكي. ايه ده؟ امسك. كوزه عالي قوي. ايه ده، في ايه؟ كوزه حلو منفض الليله كلها وضارب بالانس في الكوز. يعني ايه يا سياده الوزير مش لاقيين حد؟ انت عارف كويس قوي ان باب الترشيح هيتقفل بعد يومين. انت كده موقفك بقى صعب قوي يا فندم. 500 مواطن حاولنا معاهم بكل الطرق، مفيش واحد وافق من ال 300. هم 300 ولا 500؟ كانوا 500، 300 رفضوا و200 واحنا بنقنعهم فيصوا 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 تاني. مش كفايه مش كفايه الاتنين اللي رشحوا نفسهم ماتوا يا فندم. كان لازم اعمل كده، دول كانوا خطر شديد على النظام. سياده الوزير شكلنا بقى زباله قدام المجتمع الدولي. اهلا يا ناس. معلش احتياطات امنيه، معلش. اسفين اسفين يا فندم، اسفين يا فندم، اسفين. اتفضلوا اتفضلوا ارتاحوا، اتفضلوا ارتاحوا، معلش معلش. اتفضلي يا هانم اتفضلي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الناس بتسلم عليا، في ايه؟ برضه احتياطات امنيه ما ينفعش. اهلا وسهلا. امراض جلديه، امراض جلديه. اتفضلي اتفضلي. بقول لك ايه، انت هتفضل لازق لي كده؟ روح شوف لك اي حاجه تعملها، ولا اقول لك تعالى اقف هنا. شكلي مش هعمر معاها. سيادتك بودي؟ ما انا بودي، احنا الاثنين زمايل. وحشتني يا رامز بيه. ايه مفيش اتصال او حتى مداخله وراه على الهوا؟ انت عارفه المشاكل اللي احنا فيها، الرئاسه مقلوبه. وايه الاخبار؟ مفيش حد لسه اتقدم للانتخابات بعد الاثنين اللي ماتوا؟ لحن لو سمحت، لحن. ممكن بعد اذنك بعد اذنك ثانيه لحمه تاني لو سمحت، لحمه تاني. الشوكه وقعت، الشوكه وقعت. طب ايه املى انت، املى انت. ثانيه ثانيه يا جماعه يا جماعه، لحظه واحده. اخيرا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الرجلين اللي بتلمع دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ البوفيه من تحت احلى من فوق بكتير. اول مره اشوف بوفيه الاكل فوق والحلو تحت. يا سلام يا سلام، سمان واكل بط يا ناس. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ ولا حاسه بحاجه خالص. فعلا الأمثال الشعبية عمرها ما تكذب. صدق المثل اللي قال تطعم الفم تلعب في الرجلين. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت اتجننت، ايه اللي انت بتعمله في رجلي ده؟ حق عليا، المنطقة كلها حشرات. لمحت برغوت كان بيتنطط، حبيت اقفشه. يعني ايه تقفشه؟ يعني امسكه. تمسكه؟ انت قليل الادب. ليه بس يا ده بيعمل ايه ده؟ انا ما عملتش حاجه غير اني كنت عايز امسك البرغوت. اشهدوا يا ناس، المنطقه مليانه حشرات. انت عمال تمسك في رجلينا وتقول تمسك البرغوت. انا عملت حاجه؟ ده ما عملتش غير كده يعني. يا سلام، وده كده سهل. الصبح يا رامز بيها تسمع اخبار حلوه قوي. عندك حد وساكته يا رشا هانم؟ لا ومش اي حد، ده سلسال هنشكله زي ما احنا عايزين. اقفل الباب؟ اه. تعالى. الله 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 الله، ايه البيوت الحلوه دي؟ ناس عايشه. وانت عايشه في البيت ده لوحدك؟ تصور. لا انا بعد كده مش هسيبك تاني ابدا بقى. طب خد اشرب ده. لا انا اصل النهارده شربت شويه كتار. اشرب ده كمان. والله ما انت ما كنتيش سامحه يعني، ايه اللي حصل؟ اصل انا عايزاك النهارده مصحصح وعينيك مفنجله، اصل انا خايفه قوي يا سعيد. ايه ده؟ خايف وانا جنبك؟ تبقي ما تعرفيش كمالياتي. انا الخمره دي مغشوشه، حاسس ان عليها رمان بلي. لا صح بقول لك، اصل انا بصراحه النهارده جالي تهديد بالاكل. قتل مين؟ رايح فين؟ تعالى قتلي انا. لا 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 لا، ما بلغتيش البوليس ليه؟ وبلغ البوليس ليه؟ امال انت هنا بتعمل ايه؟ انا هنا بعمل دماغ. نعم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده النور قطع. ما تخافش، تعالى تعالى. اجي تاني. كلها ساعة والشمس تطلع، تعالى. الشمس ايه اللي تطلع؟ وانت هتشوفيها تاني الشمس ديت. ايه ده؟ ايه؟ في صوت رجلي ماشية فوق. رجلي ماشية فوق؟ ما تعرفيش دي رجلين مين؟ لا. ولا تعرفي حتى مقاسها؟ اخلص خالص، انت لازق فيا كده ليه؟ بأمنك يا مدام، وانت كمان لازم تأمنيني. اوعي تسيبيني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت المفروض البادي كارت بتاعي. بادي ايه؟ ده انا البوبي بتاعك، وبوبي لولو كمان. طب اهدى خلاص، هو باين الخوف بيعمل لي تهوقات، معلش. صح، هو الخوف بيعمل تسلخات. ريسوت، انا سامع صوت رجلين نازله السلالم. بصي شوف الرجلين ديت فوقيها حد ولا لا. ايه الصهد ده؟ هسيبك الحمام، فين الحمام بسرعه؟ وده وقته. هو دي حاجه ليها مواعيد؟ قفش فيا انا، مش انا. ركز على الهدف. شيله، طلعه فوق، نيمه على سريره وقلعه هدومه. قلعه هدومه؟ ملط. ايه ده؟ انا اتعمل فيا ايه؟ يا مدام، انت ستاتي؟ هو ايه اللي حصل لنا؟ يا حيوان، انت عملت فيا كده ليه؟ لا، ده اكيد الراجل بتاع امبارح هو اللي عمل فينا كده. لحظة واحدة اشوفها. الحمد لله كل حاجة في مكانها. انت بتستهبل يا حيوان، انت ما شفتش نفسك بعد ما سكرت عملت فيا ايه؟ انا؟ ايوه، واصرخ وابوس رجليك واقول لك سيبني يا مجرم يا مجرم. ده انا؟ ايوه انت اتحولت، وكنت وحش مفترس. انا بتحول؟ حرام عليك، ليه تفقدني يا عز واغلى شيء بتملكه كل بنت؟ هو موبايلك ضاع؟ اكيد هتلاقيه هنا ولا هنا ولا. انت بتبصي لي كده ليه؟ تعالي فتشيه. فكني، انا هوديك في 60 داهيه. حاضر. صدقيني انا عايزك تثقي فيا، انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده ابدا. اكيد الراجل بتاع امبارح هو اللي عمل فيكي كده وكتفك بالشكل ده. وهو لما الراجل هو اللي كتفني، امال ما كتفكش انت كمان ليه؟ الظاهر كنت مطوعه. فكني. حاضر. صدقي ان انا مش هجيب سيره لحد خالص. انت كمان ما تجيبيش اي سيره لحد. اهو الموبايل اهو، الحمد لله ظهر الحق. صدقتيني، عرفت ان انا اخرس. ايه ده؟ اخرس يا حيوان. حاضر. كنت عايز تاكلني بسنانك مش كده؟ لا والله. البس. ايوه حاضر اهو. البس هدومك. ايوه حاضر هلبس حاجه. راح فين الو. صباح الخير يا فندم. محدش شاف الا انا رشا دبوس. ما شفتيش الغيار؟ من فضلك يا فندم ابعت لي قوه للبيت حالا. معقوله ساب كل حاجه وطلع في ده؟ لا، كفايه 2 ظباط بس. ظباط ايه؟ ايوه هو عندي. مين ده؟ باي. البس. انا لابس اهو. خبط رجليكي بلاش الوزير، لحسن ده صوابعه لسه معلمه على قفايا من ايام ما كان رئيس مباحث العاصمه. اخرس، هو انت لسه شفت حاجه؟ تعملي معروف يا انسه. انسه؟ وانت خليت فيها انسه؟ انا مستعد اصلح غلطتي واكتب عليك عرفي من غير شهود. ايه؟ انا اتجوز متوحش زيك يا متحول؟ ده يستنى هنا. يعني هو انا بس اللي بتحول؟ ما هي اكيد اتحولت. امال فين السيد المرشح للرئاسه؟ واقف بره. واقف بره؟ ما دخلش معاكي ليه امال؟ سيبه شويه بسويه على نار هاديه. احنا شباب زي بعض. اشهد معايا نوبك سواد. اشهد على ايه بعد اللي حكيتهولي؟ تشهد اني اليف لطيف ما بتحولش ولا حاجه. وانا ايش عرفني انت بتتحول ولا لا؟ اه مش عرفك صح. طب ما تجيب لي موزه جديده كده وازازتين خمره واقعد اتفرج عليا، هتلاقيني ما بتحولش خالص. ولو اتحولت ده يبقى رزقها بقى. سعيد زازا هو ده. والله 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 ما كنت اقصد، والله والله ما اعرف ده حصل ازاي. وانت خايف كده ليه؟ مالك يا راجل؟ ده سياده الريس لما يعرف هيفرح قوي. مين؟ الريس هيفرح قوي؟ طبعا ده هيفرح قوي جدا كمان. انت اكيد من المعارضه، يعني حضرتك مش زعلان مني ولا حاجه؟ ازعل ازاي؟ دي الحكومه كلها مستنيه بقالها شهرين علشان ده يحصل. الحكومه كلها مستنيه ده يحصل من شهرين؟ والله ما كنت اعرف. ازاي بقى؟ ده احنا ماليين البلد اعلانات وعمالين نقول يا عالم يا هو حدين جدا، وكمان عاملين عليها اعلانات. امال مالك يا بت بتزيطي ليه؟ سعيد زازا مواطن جاي يتقدم لانتخابات رئاسه الجمهوريه يا سياده الوزير. يخرب بيت الكوسه، سعيد بيشتغل لوحده كده. الخمره المضروبه بتاعت امبارح هي اللي شغاله لغايه دلوقتي. والله ممتن حضرتك ناسي العافيه. بتقول لك انت قلت حاجه؟ ايوه قلت. انت جاي ترشح نفسك لانتخابات الرئاسه. ايه؟ ايه اللي ريستي؟ ريستي هي بايته معاكي من امبارح؟ ايه اللي انت مش انت لا ده هتكونوا بتتكلموا بجد. انتوا عايزين الرشا؟ لا 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 موتوني، يسلقوني، علقوني، اعملوا اي حاجه، انما ارشح نفسي قدام سعيد. يا نهار اسود، ده لا يمكن ابدا. اخرس خالص، انت مش عارف مصلحتك فين. ورحمه اختي بيوسف ما هيحصل، ده مهما كان سياده الريس اخ برضه. ولو قلت لك ان الريس هو اللي عايز كده. براحته يا باشا، كل واحد وكوزه، لكن انا لا، انا غلبان. ده انا ابويا ميت وامي مبلوله، قصدي مشلوله. هنقدم لك كل الضمانات اللي تطمنك، ده غير الفلوس اللي هتاخدها، ده غير الشهرة اللي هتنولها. طبعا هتشهر، هبقى القتيل التالت. انت بتقول ايه؟ انا بقول مش عايز يا باشا. المثل بيقول ابعد عن الشر وغني له، واديك شايف الشعب كله ماشي يغني. ده تهريج بقى. امال انت جاي هنا ليه؟ جاي عشان هي متهماني ان انا لعبت في الموبايل بتاعها. نعم، عايزة ايه؟ لو قلت له على اللي عملته فيا هتاخد فيها اعدام. الاتنين زي بعض، الاتنين نتيجتهم واحدة، كده موتة وكده موتة. شكلك كده مش مصدق. انا هطلعك من هنا على غرفة الاعدام فورا يا سيادة الوزير. لا لا، اعدام ايه؟ طب ممكن طب ماشي ماشي خلاص، رشحيني اعملي اي حاجه، خرجيني من هنا دلوقتي. هات البطاقه. حاضر. اتفضلي. مبروك يا زازا بيه. اتفضل يا معالي الوزير، بطاقه المواطن سعيد زازا. ايه ده؟ البطاقه دي من غير صوره؟ ازاي ده؟ كانت بالصوره من شويه. راحت فين؟ يا خبر ابيض، ده الصورة لزقت يا فندم. في الجيب؟ لا، البطاقة من غير جيب دي لزقت في اللحم على طول. ما تتعبش نفسك، سيبها واحنا هنطلع عليها وهي في مكانها. وافرض الصورة طلعت بالخلفية؟ ما تقلقش، هنعمل لها رتوش. هتحولوها لخدود يعني؟ امريكا ما وراهاش غيرنا ولا ايه؟ دول مركزين قوي على انتخابات الرئاسه بتاعتنا. حقد يا نانا، حقد. اجدع رئيس جمهوريه عندهم ما يقدرش يقعد في الحكم اكتر من مدتين، والحسد مذكور في القران. سيد رئيس الديوان، صباح الخير يا فندم. صباح وقشطه. ما شاء الله ما شاء الله، النهارده وشك احلى من امبارح بكتير. قمر يا فندم، ايه الاخبار؟ كل التقارير موجوده على مكتب سيادتك. انا قريتها ما فيهاش حاجه. بس في خبر جميل قوي هيسعد سعادتك. احنا لقينا مواطن اتقدم ورشح نفسه للرئاسه. انت بتقول ايه؟ مين الحمار ده اللي اتجرأ وعملها؟ يرشح نفسه قدام بابي؟ اعتقلوه حالا. الريس فاهم كويس قوي يا فندم احنا بنعمل ايه. كل ده علشان الضغوط الخارجيه. انا افتكرت ان في خيانه بتحصل واحنا قاعدين. ومين المواطن ده يا رامز؟ حد انا اعرفه؟ لا يا ريس، ده ولد جربوع ما حدش يعرفه غير امه، وانا اخترته بعنايه فائقه وباسلوب علمي مدروس على اعلى مستوى في العالم. واخترت له رمز ايه؟ يختار اي حاجه يا فندم. هو يختار؟ هو يخرس خالص. لا 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 لا، سيبوه يختار اللي هو عايزه، احنا بلد فيها حريات، بس ما يهوبش ناحيه الحمامه. انا اخترتها الاول. اطمن يا فندم، هنبعده عن الحمامه تماما. الرياسه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. ما تعمليش في نفسك كده، فداكي بيت رئاسه. اسمع، طلعني طلعني حالا. ما تبقيش هبله، دول عاملين مبلغ كبير قوي تامين على حياتي، ابقوا خديهم بعد ما يموتوني عشان خاطر اللي في بطنك. ويوسف اوعي تنسيه، ده يتيم، ابقي هاتي له ايس كريم. انت عبيط، انت فاكرهم هيدفعوا لنا حاجه؟ حلال على امك يا اخويا. ام مين؟ انا بريئه منه ليوم الدين، ده لا ابني ولا اعرفه. خليكي شاهده، انا متبريه منه من قبل ما يجوا. عقالي يا إمام، اوعى ايدك. بقول لك ايه، انا عند ابويا وورقك توصلني. سامع يا سعيد؟ تطلقني. استنى يا بنت، استني، خديني معاكي، ده انا زي امك. ماما اوعى، انا مش طايقاك. يا بركه الرئاسه، امي مشيت. الرئاسه دي محتاجه وعايزه تخطيط تاني وشخصيه تانيه. بالعكس، هو ده المطلوب، واحد الناس ما تعرفهوش وما تقتنعش انه يبقى رئيس، وفي نفس الوقت واحد إذا راح في 60 داهية ما يهمناش. أنا مش ضامنة غدر الحكومة. ستاند باي. أنت رحت فين؟ سيبيني دلوقتي، أنا في الكوز. 5 4 3 2 1. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم أقوى حدث سياسي في تاريخ البلاد، وإيمانا منا بالمساواة التي نص عليها الدستور، كان لنا هذا السبق في تقديم المنافس الوحيد لرئيس الجمهورية. أستاذ سعيد، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أنا سعيد زازا، مواطن عادي من البلد دي، يعني واحد منكم، واحد من الناس البسيطة، وزي زيكم، حاسس بجوعكم وفقركم، وبحلم معاكم حلمكم، والأهم من ده كله إني بحبكم، بحبكم كده كلكم على بعضكم، الفقير قبل الغني، الضعيف قبل القوي. يا نهار اسود، ده الموضوع طلع بجد يا بابا. يا نهار ابوك اسود، ده هيودينا في داهيه كلنا. العيل الصغير اللي قد كده فوق دماغي، ابن حلال ابن حرام ابن كلب فوق دماغي، وده علشان بحبكم، بحبكم كلكم كده على بعضكم، بطيبه قلوبكم واصلكم، بقلة حيلتكم وضعفكم، بحبكم، بحبكم كلكم كده على بعضكم. أنا سألت نفسي سؤال، إيه حقيقة مشاعري تجاه البلد دي؟ يا ترى بحبها؟ وبحبها من قد إيه؟ ولا حابب فيها إيه؟ حابب طينة أرضها؟ ولا طيبة شعبها؟ ولا تاريخها ومجدها؟ ولا كارهها ومش طايق أسمع اسمها؟ طب كاره فيها إيه؟ كاره خضوعها وضعفها؟ ولا فسادها وظلمها؟ ولا يأس أهلها؟ ولا إيه؟ الجواب الوحيد اللي لقيته جوه قلبي إني بحبها وبحبكم كلكم كده على بعضكم، ونفسي أغير شكلكم، نفسي ألاقي أفقر فقير ساكن في قصره الكبير، نفسي أعمل حاجات كتير وأهمها هي الكرامة، نفسي أرحم قفا المواطن من الإهانة وما يتلعن تاني أبوه. بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح بالدم نديك يا زازا، بالروح بالدم نديك يا زازا. الولد ده يقلق، ده ولد هايف بيقول كلام أغاني، بحبكم كلكم كده على بعضكم، وده كلام برضه يا راجل. أنا مش مصدقة إن الحكومة كلت الطعم ده بالسرعة دي يا سيادة السفير. كل ما كان التخطيط صح كانت نتائج مضمونة. المهم عملية الليلة لازم تتنفذ صح. أنا تلمستك، الليلة الساعة 8 بالظبط العالم كله هيتفاجئ باللي هيحصل لزازا. يا ابني كل بالراحة، هو الأكل هيطير؟ أصل أنا بعشق المايونيز، بموت في المايونيز، أتحط قدامه كده صعب تقوميني. مايونيز إيه اللي بتاكله ده؟ شامبينيون. كومبليزون إيه؟ هو الكومبليزون بيتاكل؟ اسمه شامبينيون. ده غير سريع شامبينيون؟ ضحكتك حلوة. رشا، رحت فين؟ ايه اللي بيحصل؟ أنا سعيد زازا يا بولا، مش أنا اللي تتخطف مني موظف مطعم، ده أنا صايع عديد. مش عايزها. مدة إيه؟ الكاميرات بتصور، حاول تستفيد من الموقف ده. أستفيد إزاي؟ آخد طلقتين في بقي؟ دول رجالة الحكومة وجايين يقتلوك. كلاب، تربوا ما يجوش غير بالعين الحمراء. ايه ده، انتوا بتصوروا ايه؟ طبعا كان لازم يموتوه عشان بيمثل الطبقه العريضه من الشعب، الشعب ده مكتوب عليه الموت من زمان يا مدام. سعيد زازا خلانا نحلم في زمن الحلم فيه ممنوع، لو سعيد مات الحلم مات. ده ارهاب، عايزين نعرف الحقيقه فين، مين حاول يقتل سعيد زازا؟ انا ايمان حامد مراد سعيد زازا، واللي في بطني ده هيبقى ابني. ايوه جابه في الميدان، انا حماه، وان كنت اعرف انه هيرشح نفسه قدام سياده الرئيس انا كنت ذبحته بايدي، وانا من هنا وعلى الهوا هخلي بنتي تخلعه فورا. اخلع يا بنت وعلى الهوا. ما تفهمني ايه الحكايه، احنا بنهرج هنا ولا ايه؟ ايد غريبه دخلت جوه وبتلعب. خد دي يا فندم عشان تختك عاليه جدا. مش عايز زفت، بره يلا بره. ازاي ده يحصل في البلد؟ قدامكم 24 ساعه وجيبوا لي الحكايه بالتفصيل. خلاص يا فندم، احنا عرفنا مين اللي ورا العمليه دي. وساكت ليه؟ سايبني قهري وانكد في نفسي ليه؟ اللي دبر الحكايه دي يا فندم سعيد زازا ورشا دبوس. يعني خرج من تحت السيطره، ها؟ وتقول لي اطمن، ها؟ بتنيمني؟ دفعوا لك كام يا رامز؟ انا يا ريس اخرس، مش عايز اسمع صوتك خالص. التليفونات ما بطلتش رن من الصبح، ورئيس أكبر دولة في العالم بيبكتني حضرته عشان حتة العيل الصغير ده. والواد والبنت لو كانوا هم ورا الحكاية ينقبض عليهم ويتعمل لهم محاكمة عسكرية فوراً. فوراً يا فندم، وعلى أعلى مستوى. أهلا. إيه الحلاوة والجمال ده كله يا لسه أولد سبايس. مستر بريزيدنت، أهلا بسيادة الرئيس. هي مالها جاية معفرة كده؟ من ساعة ما وصلت وهي كده. ربنا يستر. السيدة الوزيرة جاية تبدي انزعاجها مما يحدث في الانتخابات الرئاسية. هو إيه اللي بيحصل في الانتخابات؟ محاولة اغتيال لسعيد زازا منافس سيادتك الوحيد، ثم اعتقاله، ثم تقديمه لمحاكمة عسكرية، سبب قلق في مجتمع دولي. في المجتمع الدولي؟ ما تتكلموا بقى معايا بصراحة. حكاية الديمقراطية والإصلاح اللي بتضغطوا بيهم عليا، وده عشان موقفي بالنسبة لقضايا المنطقة. سيادة الوزيرة بتقول لابد من الإفراج فوراً عن سعيد زازا ومساعدته رشا دبوس. فاهمها إن هو ولد العبان. هما اللي عملوا تمثيلية الاغتيال. لازم يتحاكموا. أنا هنا في قانون. وبتقول لك كمان إن مجتمع دولي قرر إشراف على انتخابات. لا بقى، لحد كده هنا خط أحمر. ده تدخل في الشؤون الداخلية، وده لا أقبله أبداً. مستر بريزيدنت، دي قرارات دولية، وعلى حكومة دولتكم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 333 والخاص بالإشراف الدولي على انتخابات. طلع إمتى القرار ده؟ الفجر الساعة 5. ده قرار مفاجئ. ادوني وقت عشان ادرسه كويس. احنا درسنا القرار وموافقين وهنفرج عنهم فورا، وبنرحب بالاشراف الدولي على الانتخابات، بس لازم نعطي للشعب فرصه للتعبير عن حبه للزعيم الكبير مربي الاجيال. والله ما حد هيخربها غيرك انت. ده سعيد زازا يا جماعه. معقوله ده سعيد زازا؟ ايوه هو ده. معقولة هو ده؟ انت طلعت امتى يا زعيم؟ انا بحبك زي ما انت بتحبنا. ممكن نتصور معاك؟ معايا انا؟ طبعا معاك انت. سلامة يا سعيد. دعوة خلع يا إيمان، دعوة خلع وأنا في المعتقل. أنت يا إيمان تعملي فيها كده؟ الخوف يا سعيد، الخوف صدقني. أنت ما تعرفش لما سمعت صوتك النهاردة حصل في جسمي كله إيه. تعالي نسافر، تعالي نهرب ونسيبها لهم. نهرب نروح فين بس؟ انت مش عارف انت عملت فينا ايه. انت بغفله يا سعيد، بص حواليك وحاول تصحى. متراقب يعني؟ لعلمكم ان نفسهم اهرب واجري. تعالي نسافر، تعالي نروح اي حته. لا يا سعيد، انت في ورطه، انت دخلت لعبه موت. لو كملت هيجيبوا رقبتك واحنا معاك، ولو هربت بعد ما حييت الحلم الميت جوه الناس برضه الناس هيجيبوا رقبتك. وانا ذنبي ايه؟ انا لعبوا بيا لعبه كبيره، انا اللي خططت ولا فكرت ولا حتى حلمت ان العبها. فكر في ابنك ان كنت بتحبنا يا سعيد. ان كنت بحبكم ما كانش العاشق من امان. عندك شك في حبي؟ خليكي جنبي، نقابل مصيرنا سوا. أنا مش قادرة، أنا فعلا خايفة. طلعنا بره اللعبة دي يا سعيد، أنا خايفة على ابنك اللي بره. وأنا لا يمكن هأذيكم. أنت طالب. يعني أنا هقف قدام الريس وفي مناظرة وعلى الهوا؟ ما أنا يا جماعة كمان ما أقدرش. أنا مش عارف أتلم على أعصابي. لا اهدى بقى واجمد كده. أنت دلوقتي مش سعيد بتاع زمان. المناظرة دي هي اللي هتحدد مين فيكم هيبقى رئيس جمهورية، يا أنت يا هو. أنا ابقى رئيس الجمهوريه؟ انت خلاص بينك وبين قصر الرئاسه خطوه. قصر الرئاسه؟ انا اعيش في قصر الرئاسه؟ ايوه. والرئيس يدور على شقه قانون جديد؟ زي ما قلت لسيادتك يا فندم قبل كده، ده ولد اهبل عايزك تفضح جهله قدام الناس. اعصره اعصره يا فندم. دي اخرتها بعد كل ده؟ انا متولي الحناوي رئيس الجمهوريه، اقف قدام عيل صغير واعمل مناظره معاه؟ الرئيس قاعد هناك اهو، اعمل نفسك مش شايف. ده هو، ايوه هو، سياده الرئيس، سياده الرئيس، انا مش مصدق اني قابلت حضرتك، دي فرصه عظيمه والله، ده سياده الرئيس بنفسه. لا انا مش هضيع الفرصه ديت، انا ليا طلب صغير عند حضرتك. ليك طلب عندي انا؟ ايوه يا فندم، كارت من حضرتك بس اوريه لرئيس المباحث. كارت مني انا عشان تقدمه لرئيس المباحث؟ اصله بصراحه حطيتني في دماغه، اخر مره شافني في القسم قال لي لو شفتك تاني هطلع عينك. عينك بس؟ هو بصراحه قال لي هطلع عين امك، بس انا ما كنتش عايز اقول يعني. بعد الانتخابات ابقى تعالى نعمل لك اللي انت عايزه. طب لو امكن ولو فيها رزاله يعني اخد نمره موبايل الرئيس، انا هتصل بيه مش هرن له. الرئيس ما عندوش موبايل. يا راجل هو ظروف وحشه كده؟ اتفضل يا ريس. اتفضل يا سعيد، بالروح بالدم نفديك يا ريس. خلاص بس بس والله العظيم اخ، ربنا يخليك لينا يا رب. ابعد ابعد. اتفضل اتفضل يا ريس. اتفضل يا ريس. ايه ده؟ انت شفت الناس قد ايه؟ يا اخي ما تخافش بقى، ادخل بقى يلا. هروح فين؟ هناك هناك يا ابني هناك. اه هناك. ايه ما تيجي تقعد على حجر احسن. ايه في ايه؟ بيقول لك هناك هناك، اجري روح شوف شغلك مش وقته. فترة جديدة يا مهنينا يا مدلعنا. ده بيقول يا مدلعنا، هي البلد فيها شعب تاني غيرنا؟ هم دول شوية الهتيفة بتاع الحكومة، استنى لما نشوف زازا هيقول ايه. سيادة الرئيس أنا ما عنديش غير ميكروفون واحد ومش شغال، العالم كله بيتفرج، هيقول المرشح اللي قدام حضرتك أخرس. خلاص شوفوا الميكروفون بتاعه مش شغال ليه؟ افتح الصوت يا محمود وخلصنا. ألو ألو ألو، 2 4 6 8 في رشة الحاج ظاظا تهنئ الشعب بمناظرة الرئاسة 1 3 5. خلاص اشتغل خلاص. لا شغال تمام. والآن نبدأ المناظرة. المرشح الأول يقدم نفسه. أنا متولي الحناوي رئيس الجمهورية. المرشح الثاني يعرف نفسه. سعيد محمد ظاظا، مواطن، يعني مواطن عادي كده زي الناس ديت يعني. طيب المرشح الأول رمزك إيه؟ الحمامة. ربنا يستر من إنفلونزا الطيور. إذا ماذا يعني هذا الرمز؟ ده رمز للسلام، للحرية، للحب، والتطلع إلى الأفق العالي كي نسبح في الفضاء سوياً. فضاء إيه؟ شكله هيطيرنا. المرشح الثاني رمزك إيه؟ الكوز. الكوز اللي عشت فيه أجمل أحلامي، على قد ما هو صغير في عينيكم، على قد ما شال هم أيامي، يعرفوه كل الفقراء كويس وعايشين فيه من قبل ما يجي الريس. المرشح الأول تقول لنا برنامجك إيه؟ أنا برنامجي معروف من زمان، فاتت كتير يا ولاد، ما بقاش إلا القليل. اصبروا، المرحلة اللي جاية فيها زيادة مرتبات وعلاوات وشقق للمحتاجين وأراضي للفلاحين، وفي الصيف اخواننا بقى لا هيصيفوا شاليهات عشانهم. الحرانين طبعا لازم يطلعوا ويشموا هوا نظيف. اما الشباب هنعينهم كلهم وهنوظفهم وهنجوزهم كمان. يعني وعد لو انا سقطت ان شاء الله اخد شقه واتعين؟ لو سمحت ما تتكلمش غير في دورك. اتفضل قول برنامجك. برنامجي برنامج حب، برنامج شبيه بالحلم، برنامج اساسه العدل وبنيانه الحريه. طيب حد من حضراتكم يحب يوجه سؤال للاخر؟ ممكن انا بصراحه جاي عشان كده. العدل يا ريس. الظلم كتر قوي، الظلم بقى على وجه والمصادين مش لاقيين بقى. انا عمري ما كنت ظالم، والظلم ده انا ما بحبوش. يمكن انت، لكن العله في كل الشله اللي حاططهم بيننا وبينك. بتحاول تشوه الصورة. أنا بابي دايماً مفتوح ليهم، هم مش للشعب. هم قالوا لك بلدنا دي جنة وكل الشعب بيبوس رجليك. شلة منافقة بمليون وش قدامك، وشوشهم ناعمة، أهل التقوى والإحسان. أما علينا فهم غلان، خطفوا الفرحة من وش العين، سرقوا اللقمة من الغلبان. احترم نفسك، شوف انت بتكلم مين. انا اسف يا ريس، ما تزعلش مني يا ريس، الواحد تعبان. تقصد تقول انك تعبان؟ كلامك مش صادق كده. الكلام ده ما جاليش ابدا في التقارير. بتعرف حل من التقارير؟ طب ده التقارير وصفانه حمير، اللي يعلي صوته ارهابي واللي ماشي في حاله حقير. طب قالوا لك ايه عن الفواتير؟ عن الطوابير؟ قالوا لك ازاي الليل بيعدي على المديون؟ جابوا لك سيره ام معاها 6 عيال ودايخه على معاش المرحوم اللي اساسا مات من الجوع. وانت ايه برنامجك؟ يعني هتحكم بلد ازاي؟ مش هخلي بيني وبين الناس حواجز ولا ابواب، ولا شله من الديابه ولا قرايب ولا اصحاب. نمره موبايلي هتبقى مع الشعب كله، اللي عايزني في اي وقت يرن بس هيلاقيني بين ايديه، وهجيب 10 خطوط بيزنس. يعني يا اخويا هتحكمها ازاي؟ بالمحمول؟ لا، هحكمها بقلب. الشعب ده محتاج قلب يحكمه، مش عقل يتحكم فيه. محتاج حد حنين يحضنه ويطبطب عليه. واحنا معاكم يا لقمه يا ضنطه، واحنا معاكم يا لقمه يا ضنطه، واحنا معاكم يا لقمه يا ضنطه، واحنا معاكم يا لقمه يا ضنطه. وانا هوعدكم بالتغيير. هما بيقولوا ايه يا رامز؟ قصدي يا فندم ده الشارع اللي ساكن فيه زازا. خش يمين. اقف عندك، اقف هنا. معلش يا ولد، اهو كنت خالته. اطلع اطلع. ومين من اهله ساكن هنا؟ معلش يا فندم، مفيش حد من اهله ساكن هنا، لكن كل اهله بيعدوا من هنا. الواد شعبيته بتزيد، والدعايه الكبيره اللي عاملها دي جاب فلوسها منين؟ اكيد في دعم خارجي، اكيد في ايد طويله من بره دخلت جوه وبتلعب. وانتوا نايمين؟ اللي اتخبت فاضل لها يومين، اعملوا حاجه، شعبيه الواد بتزيد، اعملوا حاجه، اعملوا معروف، الرئاسه هتروح من ايدي، الحقنه دي هتهدي اعصابي. مش عايز حقنه. خساره خساره، متولي رئيس الجمهوريه يتركن على الرف ويستنى البرومه لما تاكله. طب والاستقبالات الرسميه والسلطات والهتافات عمال على بطال. طب ده انا كنت لا، مش ممكن ده يحصل ابدا، مش ممكن. اقفلوا الابواب، اقفلوا الابواب، محدش يهرب تحت الكرسي ده. اقفل الابواب يا ادريس، اقفل الابواب. انا رامز يا فندم، رامز. اقفلوا الابواب، اي حد يقرب من هنا اضربوه بالرصاص. استهدى بالله يا ريس، استهدى بالله. الولد ده لا يمكن يكسب ابدا ابدا. انت ورا سيادتك طقم شغال على اعلى مستوى. مش خربتها يا بتاع اعلى مستوى، وانت اوطى مستوى شفته في حياتي. انا يا ريس؟ ايوه انت. كل الكلام اللي كان بيقوله الواد ده وعن اللي حواليا، ليه خبيتوا عني الحقيقه؟ ليه بعدتوني عن الشعب؟ ليه ما قلتوليش كل حاجه؟ نشرت فسادكم وظلمكم. فهمتني كويس يا ادريس؟ انا يا فندم مش ادريس، انا رامز. انت مين؟ رامز. رامز؟ ايوه يا فندم. طب امشي 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 من قدامي دلوقتي، امشي امشي. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. تعالى خلصتي، اديله حقنه مهدئه علشان يعرف ينام. انا خلاص اتخنقت. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية فوز المرشح سعيد محمد ظاظا بنسبة 90% من أصوات الناخبين. مبروك علينا، مبروك على الشعبية العظيم، مبروك على الشعبية العظيم. أنا فايق ولا بهيس، والنعمة بإيد الريس. أنا فايق ولا بهيس، والنعمة بإيد الريس. والله يا واد لعبت جامد وبقيت ريس، وأهو جه وقتك، يعني مفيش بوكس هينزل ظابط منه يقول لي طاقتك. والله يا واد لعبت جامد وبقيت رايس، وهو جه وقتك، يعني مفيش بوكس هينزل ظابط منه يقول لي بطقطق. اما الشعب ده فيقشر، وحياة امي انا ما بفشر، انا ما ما ثبتش واكيس ظاظا 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 انا فايق ولا بهيس والنعمة بقيت الريس ظاظا ظاظا جالكوا العقر اللي يخطط ومن الهم يخلصكوا على امريكا هنتنطط افرحوا يلا بريسكوا جالكوا العقر اللي يخطط ومن الهم يخلصكوا على امريكا هنتنطط افرحوا يلا بريسكوا العلاقات الخارجيه دي هتبقى 100% رؤساء العالم هصاحبهم وهندخل سوا جمعيه العلاقات الخارجيه دي هتبقى 100% رؤساء العالم هصاحبهم وهندخل سوا جمعيه قصر الرئاسه بقى بيتنا مفتوح لولاد حتتنا والله يا واد شعبك جابك وبقيت ريس واهو جه وقتك يعني مفيش بوكس هينزل ظابط منه يقول لي طقطق اما الشعب ده فيقشر وحياة امي انا ما بفشر انا ما بثبتش واكيس ظاظا ظاظا يا ابني ايه ولا تعمل فينا ايه ظاظا ظاظا يا ابني ايه ولا تعمل فينا ايه انا ريسكم حبيبكم حارسكم اللي لا يمكن ابدا ادبسكم ظاظا ظاظا يا ابني ايه ولا تعمل فينا ايه الغلا والهم وحرق الدم انا جاي عشان اخلصكم ظاظا ظاظا يا ابني ايه ولا تعمل فينا ايه خد عهد الفول والطعميه وادي مرحله النجرسكو ايه ايه ظاظا ايوه يا رشا انت فين؟ تبقي سكرتيرتي وتسيبيني في يوم زي ده؟ انا في انتظارك في القصر. انا عايز ابقى على الشعب قرارين كده وانا سخن. قرارين ايه؟ انا وعدت الناس بالتغيير. عايز احل مجلس الشعب واكنس الوزاره دي خالص. لا فوق يا سعيد وما تنساش نفسك، اللي بتتكلم عليهم دول وحوش. وخليك فاكر الانقلاب بيحصل في ثانيه. لا انقلاب ايه؟ ده لسه ما مسكتش الكرسي. اقفشي في الكرسي لحد ما اجي. مد شويه الله يحرقك. ده ايه الزحمه دي؟ ده الميكروباص اسرع. اتفضل يا فندم. اهلا 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 يا ريس، نورت يا ريس قصر الرئاسه. ايوه يا فندم، ايوه ده ماشي. اتفضل يا فندم، ربنا يستر. اتفضل يا فندم، اتفضل، نورت يا فندم. اهلا. اللواء جابر وزير الداخليه. اهلا. يوسف ابراهيم. انا عارفهم والله، يعني من ساعة ما اتولدت وهم ما اتغيروش. اختصر، ده انا حتى من 40 سنة ما سمعتش ان في وزير مال. يموتوا يا فندم، يموتوا. اتفضل يا فندم، اتفضل. البيت ده حلو قوي. بيت؟ ده قصر الرئاسة. اتفضل يا فندم. الحق يا ريس، الشعب بيرن. هرد عليك. انا عايز من النهارده مكتب مختص بالتليفونات والشكاوي تتعرض عليا يوميا. تحت امرك يا فندم. ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ ربنا يزيدك يا ابني، يزيدك والنعيم ويا سعيد يا ابن بطني. الله الله. بعد اذن الساده الوزراء، يا ريت كل واحد يسلم الموبايل بتاعه للست والدتي، عشان بس اسرارنا ما تطلعش بره. عايز العقد. ايه ده؟ وزير والموبايل بتاعك من غير كاميرا. كل ده ايه الخير ده كله ده يا حلاوه يا اولاد؟ يا ريت كمان بعد اذن الساده الوزراء بالنسبه للبدل والكرفتات والشياكه اللي انتوا فيها ديت على عيني وعلى راسي، بس بتعمل لي خنقه في الشغل. يا ريت في ظرف دقيقه كله يقلع. احنا هنعمل حمله على البلد ومن غير حراسه. من غير حراسه؟ اه يا فندم انا مستهدف. ما عشان كده من غير حراسه. ايه بس حبيبي؟ ايه اللي مسهرك كده؟ كنت عاوز اتكلم معاك يا خالد. خير حبيبي؟ عاوز اروح العب مع اصحابي في الحاره. بس كده؟ اصيل يا واد، تلعب مع اصحابك في الحاره في اي وقت، ولو عايزهم يجوا هنا اهلا وسهلا بيهم. شكرا يا خالد. السيد رئيس الجمهوريه. اتفضل. ايه ده؟ مبدئيا عايزين نحط برنامج ننقل فيه البلد ديت 100 سنه لقدام، مع اني عارف ان حضراتكم اللي جايبينها لورا، لكن معلش هعمل ايه؟ دي الله ودي حكمته. انا عايز انعش الناس، عايز انغنغهم. يا جماعه نونو تعبانه. نونو؟ ايوه نونو بتاعت الايس كريم. يا جماعه انا عايز اعمل حاجات كتير للناس. هو ده هدفنا يا فندم، لكن هنعمل ايه؟ المشكله في الموارد. موارد الدوله ضعيفه جدا. انتوا هتقفلوها في وشي من اول اجتماع. امال فين الخصخصه اللي عملتوها والاجانب اللي بعتوا لهم الاراضي والشركات والمواني والشواطئ والحاجات ديت؟ فين الفلوس ديت؟ اصل بينا وبينهم قضايا ما بيدفعوش. والقضايا دي ما اتحكمش فيها ليه يا سياده الوزير؟ يا فندم القضايا دي مش موجوده عندنا في الوزاره، احنا رفعناها عليهم بره في بلادهم هم. مشاكل عندنا هنا والتحكيم فيها يبقى بره في بلادهم هم. الاتفاقات اللي بيننا بتقول كده. انتوا اتفقتوا معاهم على كده؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم؟ انتوا بتقولوا ايه؟ امال فين السياده؟ معنى كده ان بلدنا لسه محتله. لا 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 لا، الاتفاقات دي لازم تتلغي فورا. حيلك حيلك، انت عارف يعني ايه اتفاقيات دوليه تتلغي؟ يعني انت بتعلن الحرب وعلى مين؟ على اكبر دول في العالم. مش معقول اول ما تمسك البلد تخربها يا سعيد. يا سعيد انا اسمي سياده الرئيس يا هانم. غيرت مراسم الاستقبال زي ما قلت لك؟ كله تمام يا فندم. احتياطاتك بالنسبه لتامين الرئيس؟ اطمن يا فندم، انا بساله هو. يا فندم تامين الرئيس هي المهمة الأولى في وزارة الداخلية. ده مين ده؟ هو ده الرئيس كنانة. ومين اللي معاه دي واوا؟ رفيقته ياسمين. الجو بتاعه يعني. اتفضل يا فندم. اهلا كنانة. اهلا زازا. اهلا اهلا. بوسها. ابوسها؟ بوسها بوسها. تاني تاني تاني. كفايه. اتفضل اتفضل اتفضل. النشيد ده مش سعادتك طلبت نشيد شبابي؟ شبابي يبقى مزز وغرز. انا لو سبتها لكم هتخربوها. بلدكم حر قوي. مفيش درينك؟ درينك؟ اه. اتفضل حضرتك، ده المشروب القومي بتاعنا اسمه عرق. عرق السوس يا فندم. لا احنا صفينا منه السوس بقى عرق. اتفضل. وجب مع الواوا بتاعته. يا أهلا. خطوة عزيزة يا واوا، نورت بلدنا. متشكر متشكر. إنما سيادتك ما قلتليش، حضرتك رئيس بالانتخاب؟ لا بالانقلاب. بالانقلاب. هايل هايل. والله أسرع وأسهل. نظام بقى اللي يصحى الصبح بدري يمسك الحكم وكده. ولو طبقت يومين ورا بعض تحكم دورتين. يا أهلا يا أهلا. أنت أول رئيس يزورني بعد ما مسكت الحكم. إحنا لازم يبقى في بينا تبادل تجاري، صناعي، ثقافي. بلدكم بتنتج إيه علشان نشتريه؟ نحن ننتج أجود أنواع الفحم. لا واضح. العينة هايلة. إيه كمان غير الفحم؟ وننتج أيضا أجود أنواع المعسل. المعسل؟ فحم ومعسل. هايل هايل. إيه كمان؟ لا نحن لا ننتج شيئا آخر. فحم ومعسل بس؟ ده رئيس دولة ده ولا صاحب غرزة؟ يبقى المفروض هتشتروا مننا. احنا عندنا منتجات متنوعة. لا يا سيدي، نحن لا نشتري، نحن دولة تعيش على المعونات. اه ده انت جاي تتعشى بقى. لا بقول لك يا عم واوا، إذا كنت أنت واوا أنا البقاء لله. أهو 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 أهو. صدقوا أنتوا بتربكوني بتربكوني. يلا شوت شوت يا يوسف. اتفضل اتفضل. اصل الريس بيلعب مع العيال. سيادة الريس. نعم. السفير جون مارش وصل يا فندم. طيب حاضر جاي حاجة. كمل الجيم. بقول لكم ايه، الغالب مستمر. هروح وهرجع. يلا يا يوسف. معالي السفير بنفسه. ده ايه النور ده؟ مستر بريزيدنت. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. نقعد قعده عربي، ما بحبش قعده المكاتب. تعالى اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل. شكرا شكرا. تشرب ايه؟ ثانك يو مستر بريزيدنت. لو ربنا ما ينفع، ده انت ابو الكرم، لازم تشرب حاجه. تحب انزل 6 بيره مشبرين على شويه ريش حلوين كده لو جعان؟ وفي مسقعه حلوه من امبارح تعجبك. شكرا سياده الرئيس، كفايه حفاوه استقبال. عليا الطلاق لا تشرب حاجه، ده انت في بيتنا عيب علينا. عندنا قصب كده يكيفك قوي. اوه قصب از ا فيري جود ايديا. ماشي. عصير ولا طمس؟ هنا براحتك. طمس؟ لا عصير سياده الرئيس. متاكد؟ خد يا محمد. عارف عمك عبد الشافي بتاع القصب اللي على الناصيه؟ قول له الرئيس عايز 6 قصب، ها؟ وقول له معاه ضيوف، خليه يتوصل. اهلا اهلا. مستر بريزيدنت، احنا لينا طلب عند فخامتك. غير القصب؟ احنا قررنا توجيه ضربه عسكريه لدوله من دول المنطقه فيها حاكم دماغه ناشف رافض اصلاح الى جانب انه بيرعى ارهاب. مستر جون طلب تسهيلات عسكريه، يعني مطارات، خدمات، ومحدش هيعرف حاجه. كل دول المنطقه في بيننا وبينهم اتفاقيه دفاع مشترك. احنا اخوات، اي اعتداء عليهم اعتداء علينا احنا شخصيا. ده كلام على ورق، ولكن واقع غير كده. احنا ضربنا دول في منطقه قبل كده ومحدش احتج. فعلا ده حصل، وده في نظير ايه؟ في نظير حاجات كتير، مساعدات اقتصاديه، معونات. بلدك محتاجه يا ريس. يعني نظام بيع اخوك واقبض، مش كده؟ لا يا سياده الرئيس، دي مصالح شعوب. شوف مصلحه شعبك فين، وده هيبقى طريقك. الحق روح لعبد الشافي، قول له يسك على العصير. انا عايزك تقول لي ايه الاسلحه القويه اللي تخلي العالم يحترمنا ويعمل لنا حساب، وفي نفس الوقت تبقى حنينه ورخيصه. مفيش يا فندم غير الاسلحه النوويه، بس دي اسلحه دمار. هو في حاجة اسمها أسلحة دمار وحاجة اسمها أسلحة هزار؟ مش كله بيموت؟ فندم دي أسلحة محظور علينا امتلاكها. محظور علينا؟ يعني إيه؟ إيه الكلام ده؟ إزاي تبقى محظور علينا وفي دول على حدودنا عندها أسلحة نووية؟ يبقى هم عندهم وإحنا ما عندناش؟ دي اسمها بلطجة. فندم في اتفاقات دولية إحنا موقعين عليها. تاني هتقول لي اتفاقات دولية؟ إيه حكاية الاتفاقات ديت؟ لا، إحنا لازم يبقى عندنا زي اللي عندهم بالملي، ونطبق سياسة سيب ونسيب. هم يسلموا احنا نسلم، غير كده انا ما افهمش. محدش هيسمح لنا، محدش هيبيع لنا. معقولة؟ فندم بس ليه كل ده؟ انا عايز اغير اسم الوزارة بتاعتك، انا هخليها وزارة الدفاع والهجوم. سيادة الريس، سيادة الريس. في ايه؟ طليقة سعادتك في المستشفى حالتها خطرة جدا. ايه ده يا فندم؟ ده كيلو الا ربع برتقان بلدي. برتقان بلدي؟ واجب برضه ادخل بحاجه دي مهما كان طليقتي واللي في بطنها ده ابني. ايوه يا فندم كنا جبنا شوكولاته مارون جلاسيه. لا 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 ده كده كويس، ده هو اللي هياكل، انت فكرك هي هتاكل حاجه؟ ربنا يستر. وزير العافيه موجود؟ وزير العافيه؟ قصدي سعادتك وزير الصحه. ايوه 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 يا فندم بيتابع الحاله اول باول. ربنا يستر ربنا يستر. بقول لك ايه؟ ايوه يا فندم مدوا شويه. حاضر يا فندم. الريس وصل، وسعوا. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل اتفضل. وسع وسع وسع. ايه في ايه؟ طمن يا فندم، الحمد لله الحالة مستقرة. هي عندها ايه؟ في اشتباه ان يكون عندها صداع. يا راجل ألطف يا رب. سعيد انت جيت يا سعيد. ايه بقى الحركات ديت؟ ده انا حافظك وعاجنك. ليه كده؟ هعمل ايه؟ مش عارفه اوصلك، قلت اعمل كده يمكن تيجي تسأل فيا. استفدنا كده الوقت. طب يا جماعه 5 كده بس عشان الاكسجين اللي في الاوضه اتشطط. معلش. وانت كمان اتفضل. اتفضل. اتفضل انت، اتفضل انت، يلا. انا حاسس ان ابوكي هنا صح؟ اعتبرني مش موجود يا فندم. ولا كأني اتولدت من اصله. اعتبرني مش موجود خالص. تعرف انا عرفت انك هنا ازاي؟ ازاي يا فندم؟ من ريحة شرابك. اه يا حامد يا ابو شراب جامد. بره. بره. خد حاجة بسيطة كده يعني. ايه يا فندم؟ برتقال؟ اه. وليه التعب بس يا فندم؟ يا سيدي. متشكر لسيادتك. سامحني يا سعيد، أنا عارفة إن قلبك طيب وبتسامح. وحشتيني، وحشتيني أوي. بحبك أوي يا ريس. الحقوني من مطافي، الريس ولع. الليلة بقى ليلة فرحتنا الحقيقية. شغل الكوز بتاعك ووريني. كوز؟ ياه، صور الكوز ما بقاش مقاسي، همومي كبرت عليه. هموم ايه يا سعيد؟ ده انت رئيس الجمهورية دي. ما هي دي المصيبة. والنبي انا ما بقتش فاهماك. انت باين عليك يا ابني خدت على الفقر، ده احنا لما كنا في بيت امك المعفن كنت بتنط في الكوز وكنت 100. مش معفنين ماما. يا بنت حمد الراتب. ايه ياما؟ في ايه ياما؟ ازاي تدخلي عليها كده في ليلة دخلتها؟ دخلتها؟ هي هتدخل 100 مرة. أنا بقى هعلمك الأدب. يلا الكلام ده يلا. يا ريس في يا ريس. إيه ده؟ أنت إزاي تطلعي أنا قلت النوم كده؟ صوتكوا عالي أوي يا ريس. أنت يظهر يا ريس اتحسدت. اتحسدت على إيه يا أخويا؟ من نهار ما خبر جوازك انتشر والهدايا نازلة ترف. إيش من الدول وإيش من الرؤساء والهيئات وكل العالم. أما أنت لميت لم يا ريس. ده انت لميت ولا ميزانيه الدوله. انت جاي تنبرني في النقطه بتاعتي، عاجبك كده ياما؟ وحياه امك لا ربيك. اطلع بره بره، عايز انام 2 ساعة قبل ما اسافر. شهر عسل سعيد يا فندم. انت كمان هتنبرني في شهر العسل؟ بره. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا هاني، معلش يا هاني اتفضلي. بس حبيبتي بس، عرفتي سبب الاكتئاب؟ محسود. ان دي اول مره اركب طياره يا سعيد. عارف، ما انا كمان. بس انا خايفه قوي. انت مش خايف؟ انا؟ لا لا لا، انا الرئيس. الرئيس ما يخافش، ما يخافش ابدا. استرها يا رب. هو احنا رايحين فين؟ سنركب في اليخت ونذهب لمكان بيتنا العيون كما طلبت سيادة الرئيس. سعيد سعيد. ايه؟ في ايه؟ جرالك ايه؟ هو احنا مش في شهر عسل ولا انا بيتهيألي؟ عسل ايه وانت على وش ولادة؟ وبعدين دلينا على وصول. ايه حكايه البت لينا دي اللي لازقاله ليل ونهار؟ انا قلبي مش مطمن، انا هتجنن. اوف، ممكن بقى تفهمني انت ايه حكايتك؟ كل شويه خارج لي مع البت دي. لا بقى يا سعيد، دي حكايه زادت عن حدها وانا مش مستحمله. انت عبيطه ولا ايه؟ هو انا جاي هنا العب؟ لعلمك انا جاي في مهمه، انا جاي اعمل اهم صفقه في تاريخ بلدنا. يا سلام يا اخويا، وما كانش بقى حد ينفع من الوزراء بتوعك يعملها؟ لا ما ينفعش، لانها مهمه سريه. انت مش غريبه، انا جاي اعمل صفقه اسلحه متطوره بعون الله ان شاء الله تقلب موازين المنطقه بالكامل. صباح الخير يا سيادة الرئيس. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الاصطباحه اللي بالالوان ديت؟ شعر اصفر، عيون خضر، جلد بيج طبيعي. احنا الارسال عندنا ابيض واسود سعيد، وساعات اسود بس. اتفضل يا سيادة الرئيس. سعيد ايه؟ انا جايه معاكم. وده بقى موقف وطني ولا غيرة نسوان؟ الاتنين. هانز مدير المخابرات العسكرية. اهلا اهلا مستر هانز باشا. مرحبا بك يا سيادة الرئيس. مدام مرحبا بك. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، شكلهم يفرح قوي يا هانز. قول لي البضاعة دي نمرة واحد ولا فرز ثالث؟ نو سيادة الرئيس، اطمئن، دي ممكن تدمر العالم. أنا مش عايز أدمر العالم، ده أنا عايز أحمي نفسي من دمار العالم. أنا عايز أقول للي عنده من ده أنا كمان عندي زيك، علشان لما نقعد مع بعض تبقى راسي براسه، يتكلم معايا عدل، أنا ما بحبش الشغل ببلطجة. الرؤوس حمرا دي نووية، الرؤوس دي كيماوية، رؤوس أخضر جرثومية. سعيد ايه الجرثومية دي؟ دي بتاعت حرب البراغيث، هبقى اجيب لك منها واحدة تحطيها تحت اللحاف مش هتحسي بأي حاجة بعد كده خالص. سيادة رئيس اما الأسود ده بقول لك يا هانز تعال، أنا بصراحة جاي علشان خاطر النووي، كويس؟ عايزك تركز لي عليه. و حلو ده في منه كحلي؟ نعم. يعني اعمل لي تشكيله بقى، 10 من هنا على 10 من هنا على 10 من هنا، انت وذوقك بقى. تحت امرك سياده الرئيس. طيب بالصلاه على النبي بقى، دول كده يعملوا كام؟ فخامه رئيس، نحن يهمنا ان تكون دولتكم قويا، انتم اهم دول صديقا لنا. وماله حبيبي، برضه احب اعرف دول بكام. لا استنى استنى، هترد كده على طول، فكر شويه. لعلمك انا لو اتبسطت هجيب لك زباين، ولو عجبوني ممكن تلاقيني كل اسبوع بقى تاخد شويه من دول. ها بكام؟ دي ثمنه $1 مليار. مليار ايه؟ صلي على النبي يا عم هانز، ده انا جاي لك من اخر الدنيا تقول لي مليار؟ طب لعلمك بقى معروض عليا شويه زي دول من كوريا الشماليه بنص الثمن، ومش من ده كمان، من الثاني ابو علبه صفرا. مش تختلف سياده الرئيس، نحن يهمنا ان دولتكم تدافع عن نفسها، ويهمنا اكثر ان تكون صداقه بين دولتنا ودولتكم. ايوه كده، رجوله والله يا هانز رجوله. طب بقول لك ايه، يعني ينفع كده نجرب حاجه من دول دلوقتي؟ تجرب ايه يا سياده الريس؟ معلش انا اسف، انا دايما اشتري على السكينه، ودي شكلها مستوي يعني مش هيكسفكم. مستحيل سياده الرئيس، دي تدمر مكاني. ما تدمر، مش احسن اخدها عمياني واعمل فيها ذكر واخد موقف رجولي اجرميها تطلع لي ريحه وحشه؟ الثمن الاسلحه دي معمول عليها اختبارات. ياما ايه انت هتاكليها؟ خلاص انا هاخدها كده على البركه من وشك السمح ده. شغل ده شغل شغل. المهم البضاعه دي هتوصل لنا ازاي؟ ان شاء الله هستنى وصول البضاعه يوم الخميس اللي جاي، وانا هاجي مع مجموعه اصممها بنفسي. ده هيبقى اسعد يوم في حياتي. سعيد تعالى اسندني انا تعبانه. الف سلامه يا حبيبتي. اهلا اهلا. ازيك يا رامز؟ نورت القصر يا ريس. ما شاء الله ما شاء الله، ايام العسل باينه على وشك. ايه يا رامز؟ ايه يا رامز؟ انت هتنق فيها ده كان يومين. الحمد لله على سلامتك يا ريس. الله يسلمك يا رشا. الله يسلمك. اتفضل يا ريس. هي ايمان فين؟ ايمان سباقي انت حبيبتي دلوقتي، معلش تعبانه شويه من السفر. خدمتها يا فندم. وحسين فين؟ يعني مش شايفه. حسين بيه يا فندم مشغول شويه في البيزنس. بيزنس؟ بيزنس ايه؟ اصل يا فندم عمل هو مرتضى بيه مجموعه شركات مع مجموعه مستثمرين. ما شاء الله عليه، ما شاء الله. لبغه ايه الكلام ده؟ جاب الفلوس منين؟ لا يا فندم ما شاركش بالفلوس، شارك بالخبره. النبي ايه؟ هو حسين عنده خبره؟ لا، مش انا اللي يتعمل على قفايا شغل من ده في البلد دي، هي البلد ناقصه خراب. حسين ومرتضى كل لسه الشركه يتم اعتقالهم فورا. حاضر يا فندم. والشركه يا فندم ذنبهم ايه؟ غصب عني يا فندم، هم اللي ألحوا. ألحوا؟ ماشي يا رامز، ماشي. جابر. ايوه يا فندم. حسين اخويا يجي لي هنا حالا. حاضر يا فندم. بعد اذن سيادتك يا سياده الرئيس. يلا. رشا، عايز اعمل مؤتمر شعبي يوم الخميس اللي جاي، عايزك تعملي لي كل دقيقه اعلان، عايز الشعب كله يعرف. مؤتمر شعبي ليه يعني؟ ليه؟ انا ما بحبش الاسئله ديت، كل حاجه تعرفيها في وقتها. ايه ده؟ هي امي فين؟ ماما؟ والدة سيادتك اصل ايه في ايه؟ اصل ما فيش يا فندم. امي فين يا رشا؟ ام سيادتك اتجوزت. اتجوزت؟ امي؟ امي اتجوزت مين يا رامز؟ غصب عني يا فندم، اصلها الحت. الحت؟ امي الحت ها؟ وكتبت لها قايمه ومهر ومؤخر ولا لا؟ على اعلى مستوى في العالم يا فندم. طب طلع وادفع يرحم امك. ادفع يا فندم؟ احنا لسه ما دخلناش. تدخل؟ انت عايز تدخل على ام رئيس الجمهوريه؟ لا يا فندم، اخرج اخرج. طلع امي. اه خلاص يا راجل، ام سعادتك طلقه بالثلاثه. ياه خلاص يا فندم، ام سعادتك طلقه بالثلاثه. حلو، ايدك بقى على كل حقوقها الشرعيه. انت عارف نفقت ام رئيس الجمهوريه كام؟ عندي معلومات ان سعيد بيحاول يحصل على صفقه اسلحه خطيره من الخارج، وده لو تم هيكون في مشاكل دوليه كبيره في المنطقه. وامتى ده حصل؟ في السفريه الوحيده اللي سافرها، هو فاكر ان هو بعيد عن عينينا. معقوله؟ سعيد؟ انت فهمتيني ان كل قراراته هتبقى من عندنا. انا مش مصدقه، سعيد لا يمكن يعمل كده. عارفه ده لو حصل هيبقى كل التقارير اللي انا بعتها للاداره كانت غلط، وده معناه مستقبلي انتهى. تعليمات سيادتك هتتنفذ كلها بالحرف الواحد. ومع ذلك انا الان المفروض الاسلحه تكون وصلت البلد من 6 ساعات ومفيش حاجه حصلت. فاضل على المؤتمر ساعه، انا مش عارف اقول للناس ايه. سيادتك تقدر تتفضل على المؤتمر، اول ما توصل الاسلحه ادي سيادتك الخبر. استاذ شوالي، استاذ شوالي، في ايه؟ المدام جالها الام الوضع ولازم تتنقل المستشفى فورا. يا سعيد العوالي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله أن أكون خادما لهذه الأمة، وأنا بصراحة جيت النهاردة علشان أعلن أمامكم برنامج التطوير والتغيير. أولاً تشديد العقوبات على لصوص أموال الشعب. اللي سرق أموال الشعب عقوبته هتتضاعف بعدد أفراد الشعب، والفلوس اللي سرقها هترجع، مخبيها جوه طلع بيها بره هترجع، يعني هترجع. وهكلف كل أجهزة الدولة إنهم يجيبوه، وهطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. بو بو هطلع عين أبوه. المساواة، المساواة من النهاردة مفيش استثناء. مش ابن الضابط يبقى ضابط، وابن القاضي يبقى قاضي، وولاد الفقراء للبطالة وللتصدير. لا خلاص، من النهارده مفيش محسوبيه، لا كوسه ولا ملوخيه ولا رشوه ومحسوبيه، لا كوسه ولا ملوخيه ولا رشوه ومحسوبيه، لا كوسه ولا ملوخيه ولا رشوه ومحسوبيه، لا كوسه ولا ملوخيه ولا رشوه. قرار رقم 1 لرئيس الجمهوريه: قبول استقاله الوزاره والتحقيق معهم في كافة التجاوزات التي قاموا بها في حق الشعب. القوة، احنا دلوقتي بنملك القوة، احنا عندنا القوة. قرار رقم 2 لرئيس الجمهورية: اعلان تحرير الدولة واستقلال القرار والاستغناء نهائيا عن المعونة. بيدونا المعونة ويكسروا عنا وبياخدوا ثمنها خضوع وذل ومهانة، لا خضوع بعد اليوم. خدوا المعونة وابعدوا عنا، سعيد زازا ما يكملش خطاب. اقتلوه من إرهاب، انشروا إرهاب. في اللحظة ديت واحنا مع بعض هعلن للعالم كله ألف شكر. قرار رقم 3 لرئيس الجمهورية: مراجعة كافة الاتفاقات الدولية التي أبرمت في العصور السابقة. اللي في صالحنا يمشي واللي مش في صالحنا مش هيمشي. بعين الصوت هنتكلم ان شاء الله، نموت هنتكلم. بعين الصوت هنتكلم ان شاء الله، نموت هنتكلم. اللحظة دي واجبة علينا وفرض، مين يرضى يفرط يوم في العرض، وعشان ما نبصش يوم في الأرض ولا نسلم هنتكلم. بيحتلونا وبيذلونا وبيحوجونا ويجوعونا شبعونا، استنسخونا ومسخونا وعلمونا، ومن وصولنا بيجزرونا. لعبونا غيبونا فتعبونا، عزونا فغزونا فأذونا، هدونا لخبطونا من تاريخنا، شخبطونا دينونا جننونا، عودونا علمعونا، كان هتافنا في الجهاد لا اله الا الله، والنهارده هتافنا لله يا محسنين لله. لو كنا في بعض ما بنحسش، تتمثل أرض ما تتمسش، مش فارقة كتير اللعبة ديما ومفهومة. خلينا كده بسبع علومة وتصبحوا على خير. لعبونا غيبونا فتعبونا، عزونا فغزونا فأذونا، هدونا لخبطونا من تاريخنا، شخبطونا دينونا جننونا، عودونا علمعونا، كان هتافنا في الجهاد لا إله إلا الله، النهارده هتافنا لله.